كنتواجدوا قرب المقر ديال النقابه الوطنيه المتوجه ديال بسيد عثمان عماله مقاطعات مولاي رشيد. هذه الوقفه الاحتجاجيه نقوم اليوم بهذه الوقفه لنعبر عن قلقنا الشديد جراء الديون التي اصبحت متراكمه لفائده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للضمان. فنحن من خلال هذه الوقفه نطالب اداره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاعفاء الكلي لهذه الديون، وذلك بتمديد القانون 41/23 الاخص باعفاء الساقين من هذه الديون، لاننا لا نستفيد من تغطيه صحيه لحد الان ولا بيننا وبين لاسانيسيس اي التزام. لا بد من ربط عمليه الاداء بالتصريح بالتسجيل الشخصي حتى نتمكن من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفاده من هذه التغطيه الصحيه، وبذلك يصبح الاداء مقابل التغطيه الصحيه. فنحن اصبحنا نناضل فقط من اجل كسب الحد الادنى من قوتنا اليومي الذي اصبح عسيرا ومستعصيا في ظل الزيادات المتتاليه في اسعار المواد الاساسيه، واننا نناضل حتى نحقق مطالبنا. احنا كسائقين مهنيين عندنا واحد الربط ما بين الكاري والمكتري اللي هو المعروف علينا، هو كان قبل عقد عرفي ودابا عندنا عقدنا مدهشي هو اللي صدر على مستوى وزاره الداخليه اللي كيربط ما بين المستغل وصاحب المأذونيه. حنا الان كنقولوا الاخوه اللي عندهم دوك العقود وفات الصلاحيه ديالهم وكيخلصوا بنظام ملتد يتجدد داك العقد تلقائي بدون قيد بدون شرط. كاين دابا كاين ترونسفير كاين الحالات، وحنا الحمد لله كمهنيين تقريبا واحد 39 سنه وحنا في هذه المهنه. الحمد لله عندنا الاخوان ضابطين، حنا كندافعوا ما بين المستغل وما بين صاحب المهدونيه، كيكون الطرفين بجوج متفقين.